نذهب الآن إلى الجزائر ونافذتنا اليومية مع كمال علواني. إليك كمال. انفضت المظاهرات والمسيرات اليوم وعاد الجزائريون إلى بيوتهم، لكن هذه الجمعة الثامنة لم تخلو من احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين هنا وسط العاصمة الجزائرية. الاعتصامات رفعت ذات الشعارات المعروفة تنحي كل رموز النظام ومعارضة شديدة لعبد القادر بن صالح كرئيس مؤقت للدولة. المراقبون يقفون اليوم أمام هذه الجمعة الثامنة كونها اختبار جديد لمدى قدرة الشارع والسلطة على ضمان سلمية هذه المظاهرات وعدم انزلاقها. حشود غاضبة تقدر بمئات الآلاف في ساحة البريد وسط العاصمة الجزائرية رغم الوجود الأمني المكثف. هي تظاهرة الجمعة الثامنة والأولى بعد تولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة بشكل مؤقت. احنا كمنطقة مغنية، احنا من مدينة مغنية، احنا الصوت نتاعنا ما راش يوصل، احنا جينا هنا للعاصمة بس الصوت نتاعنا يوصل ونقولوا احنا ديكاج لهاد الكش ولهاد المفسدين، هادو اللي قروا ولادهم 20 عام في الخارج، احنا كنا نقروا ولادنا 20 عام على حب الوطن. عزم شعبي في الجزائر على تنحي كامل لرموز النظام، فالمتظاهرون يرون بن صالح خارجا من عباءة النظام، يقابله عزم المنظومة الحاكمة على العمل في إطار الدستور لانتخاب رئيس جديد في 4 يوليو المقبل. جايبة احنا رانا هنا نطالبوا بالحقوق تاعنا، ماناش فوضويين وواعيين، وفينا طلبة وفينا المحامين وفينا القضاة وفينا المثقف وفينا مش مثقف، وهو ما يتعين علينا. المحتجون رفعوا شعارات مناوئة لبن صالح ولحكومة نور الدين بدوي، رافضين تنظيم انتخابات رئاسية من طرف ما سموه النظام الفاسد. مظاهرات تأتي عقب تحديد موعد انتخابات رئاسية رفضها المحتجون جملة وتفصيلا، ووصفوها على لافتاتهم بأنها مزورة سلفا، يقولون إنها لا تخدم سوى وجوه تعدها الحناجر الغاضبة جزءا من النظام. السلطات تنتظر بعرضها الانتخابي تراجع زخم الشارع، فثلاثة أشهر مدة قصيرة لتحويل حركة شعبية إلى حركة سياسية منظمة. الحراك الشعبي في الجزائر يتواصل بعد أن أجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة، إلا أن مطالب المتظاهرين بالتغيير لم تعد تقتصر على شخص الرئيس الأوحد، فهم يرفعون الشعار الأوسع انتشارا ليرحل الجميع. وللمزيد حول الموقف في الجزائر مع الدكتور صغور عبد الرزاق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، مرحبا بك ومعذرة على هذا التأخير. جدا. ما قراءتك لهذه الجمعة الثامنة؟ لا، بالنسبة لهذه الجمعة أعتقد أنها كانت بمثابة استفتاء كبير من طرف الشعب الجزائري عبر كل الولايات وكل المدن الكبيرة في الجزائر، بحيث الخروج كان مذهل، كان كبير، كان قوي، وهي جمعة بمثابة رفض مطلق لتعيين السيد بن صالح كرئيس مؤقت للمدة السورية 3 أشهر. إذن اليوم هذه الجمعة هي جمعة مرة أخرى ثبت الشعب الجزائري عن إصراره، عن ثبوته، عن سلميته، عن مقدرته على حتى يحقق مطالبه التي كانت منذ اليوم الأول، وهو كيفية القضاء على هذا النظام الذي يراه أنه هو سبب تخلفه وسبب مشاكله وسبب انهياره. إذن اليوم الجزائريون مستمرون في الدفاع عن حقوقهم. طيب، هل تعتقد أن قيادة الجيش ستكون في الاستماع إلى الرسائل الموجهة اليوم، أم أننا سنحضر لتبدل في تعامل السلطة قيادة الجيش مع هذا الحراك؟ لا، هو أكيد أنه من يستطيع أن يوقف الشعب، لأنه لو كان هناك آلاف ومئات الآلاف، هذه ملايين،
ثم ما هي القاعدة الاجتماعية التي عند السلطة اليوم حتى تستطيع من خلالها أن تتحرك أو تتفاوض. ليس للسلطة الآن أي قاعدة اجتماعية، لا أحزاب موالات ولا نقابات ولا مجتمع مدني. إذن اليوم كل الشعب هو في جهة والسلطة في جهة ثانية. طيب في منطقة تنازل، ما هي التنازلات الممكنة للسلطة عمليا الآن في هذا التوقيت بالذات؟ لا، هي أنا يبدو لي أنه رغم أنه المطلب الشعبي هو مطلب إلى حد ما قوي جدا، لأنه يريد ذهاب الكل يعني والتغيير الشامل والجذري، والنظام أو السلطة أو حتى المؤسسة العسكرية تريد البقاء داخل الدستور حتى لا تتهم بالانقلاب وشيء من هذا القبيل. ولكن يمكن الآن بمثابة تنحية هؤلاء الأربعة الباءات الأربعة اللي هما بن صالح يستقيلون استقالة ويستخلفون وتمشي الأمور، أو نمشي إلى حل سياسي، وهنا الحل السياسي يقتضي شجاعة وجرأة كبيرة، لأنه يؤدي إلى مرحلة انتقالية ممكن أن تطول، بمعنى أنه تعيين حكومة مجموعة تسير البلاد مؤقتا زائد حكومة توافقية، ونمشي إلى الأمام في إطار، بمعنى سنخرج عن الإطار الدستوري حيث الجيش متمسك بهذا الإطار. لا، الجيش متمسك وفي نفس الوقت يعطي نوع من الإشارات أنه يمكن أن يذهب إلى هذا الإطار، لأنه كل الجيش تكلم عن المادة 7 والمادة 7 والثامنة تعطي هذا، هي التي تخرج العملية من جانبها الدستوري إلى جانبها السياسي، وبالتالي الآن المشكل سياسي والطرح سياسي. إذا اليوم الحل يجب أن يكون سياسيا، ولا يمكن أن نلتزم بالدستور وبإجراءاته، لأنه ممكن أن 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 أن, أن, أن نذهب في إطار الدستور. طيب، هل في ظل كل هذه الظروف والاحتمالات تاريخ 4 يوليو هل هو تاريخ قابل للحياة؟ لا، أنا أظن ذلك، لأنه اليوم الشعب هو السيد وهو صاحب السيادة وهو مصدرها، وبالتالي لما كل الشارع كل الشعب يخرج عن بكرة أبيه في كل المدن الجزائرية، وأنتم شاهدتموها، والشعب مستعد أن يمشي إلى أقصى حد، إذن اليوم لا أعتقد أنه يوم 4 جويلية يكون يوم تايم يعني لا. دكتور صغور عبد الرزاق، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، شكرا لك على مشاركتك معنا ومعذرة مرة أخرى، وبالعودة إلى استوديوهاتنا المركزية في لندن. إلى اللقاء. شكرا جزيلا لك كمال علواني من الجزائر.